بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبة الطلبة في درس من دروس اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي. طبعا اليوم درسنا جدا مهم ومية بالمية يجي من عنده بالوزاري. درسنا اليوم يحكي لنا عن الأوبوزيتس اللي هي المعاكسات. هاي المعاكسات مهمة جدا من الصف السادس ابتدائي وتصعد وياك للصف السادس اعدادي، جدا 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 مهمة. المعاكسات تحكي لي على الصفات، اجزاء الكلام عندك الصفات، مثل ما عندك اسم وضمير وحرف جر وظرف، هنا عندك صفات. شنو استاذ الصفات؟ مثلا عندك كبير وعندك صغير، صفات يعني تصف شيء. شوف هذين الصور اللي موجودة امامك كلهن، هسه احنا رح نصفهن، نعطيهن وصفهن، كل واحدة وصفها. مثلا شلون استاذ؟ لحظة هسه اول بداية نجي نترجم ذني الكلمات. عزيزي الطالب يكتب لك فوقاهن. الهارد لها اثنين معاني، يا اما صعب اخذناها بالوحدة الاولى صعب هارد، معاكستها ايش كانت؟ كانت ايزي. هنا الهارد لا صلب، فتشي قاسي يعني صلب ما تقدر تكسره، فتشي صلب. اوكي صلب هارد. اوكي مثلا شنو استاذ؟ مثلا لاحظ هنا هذه انواع الحلوى تعتبر هارد، يعني من الصعب كسرها ما تنكسر هارد. لكن البعض من عندهم سوفت. شنو سوفت؟ اللي هو يكون رقيق، شلون الحلقوم من السماء، هذني الاشياء تكون رقيقه. اوكي فهذه سوفت رقيق، والهارد معناها صلب. نجي المن بلاين معناها عادي. لاحظ لي هذه الصوره، شوف هذا بلاين يعتبر لون بلاين. لا استاذ هذا اسود. اوكي بس صفته بلاين عادي، يعني زين شنو عادي؟ يعني ما يتكون من اكثر من لون، يتكون من لون واحد. بما انه من لون واحد نقول عليه بلين. هذه السياره بلين، هذه مثلا الجاكيت بلين. ليش؟ لان تتكون من لون واحد. اما اذا كانت كلرفول فانها متكونه من عده الوان، من عده الوان يعني اكثر من لون. فاذا اكثر من لون شنو نقول عليها؟ نقول عليها ملونه. ملونه بما انه ملونه اذا تتكون من اكثر من لون، نصيح لها colorful. شوف كلمه color معناها لون، ضفت لها full صارت colorful معناها ملون. 3 عندك cheap وعندك expensive. cheap معناها رخيص، cheap معناها رخيص، cheap رخيص، فتشي ثمنه رخيص. لاحظ هذه السيارتين، هذه السياره نمبر 1 ايش تعتبر؟ تعتبر cheap. تعتبر cheap، لكن هذه الحلوة المرتبة الكبيرة تعتبر expensive. سابعة شنو expensive؟ يعني غالي. هذا cheap وهذا expensive. cheap car expensive car، cheap car expensive car. نجي من four thick و thin. thick و thin. عندك thick معناها سمين، عندك thick شنو معناها؟ معناها سمين. وعندك thin معناها نحيف. صورة أو picture number four على الصورة. لاحظ هنا thick سميك، هنا thin نحيف. شوف هذا الماركر اللي هو قلم، أوكي الماجيك ماركر. أوكي هنا هذا thick اللي معناها سميك، thick سميك، أو thin شنو؟ thin نحيف، سميك أو نحيف، thick thin. طبعا thick لها اثنين معاني، هذه كلمة thick لها اثنين معاني، مرة تيجي سميك ومرة تجي ثخين. ثخين يعني فد ملابس ثخينة. اوكي ثخينة ملابس شتوية ثيك. اوكي هسه نجي خمسة، عندك لايت وثيك. هنا لايت خفيف، ملابس خفيفة، مو خفيفة بالوزن، لا هي خفيفة يعني سمكها خفيف، وثيك ثخينة. لاحظ هنا عندك هذا اللايت خفيف وهذا الثيك اللي هو ثخين. شوف ذني سكاف، ذني الحجابين او المشمر، سوري المشمر، فهذا سكاف. لاحظ شوف هذا لايت، هذا شنو؟ لايت. وهذا شنو؟ هذا ثيك. هذا لايت وهذا شنو؟ ثيك. اوكي عندي ايش عندي بعد؟ عندي لونج وعندي شورت. لونج معناها طويل، فهدم هدمه طويله، ملبس طويل. وشورت معناها قصير، يكون قصير الحجم، قصير الطول قصدي، سوري مو الحجم، قصير الطول. مثلا لاحظ عندك هذه لونج، هذه لونج وهذه شورت. لونج شورت زين. استاذ شلون تجيني بالامتحان ذني؟ اوكي مثلا هنا أنا مكان هاي الصوره راح اكتب لك، مثلا يقول لك بيج صارت سمول، بيج صارت سمول، بيج صارت سمول. زين
إذا expensive شو يصير؟ إذا expensive شو يصير؟ لازم يصير cheap، رخيص. وأنا شارحين لكم بالوحدة الأولى. مثلا عندك plain عادي شو يصير؟ لازم معاكستها colorful. الهارد شو يصير؟ معاكستها soft. وهذه جاية وزاري ومهمة. هسا ننتقل إن شاء الله للصفحة الأخرى. طبعا هذه بالكتاب صفحة 28، ننتقل إلى صفحة طبعا unit 2 lesson 4. ننتقل هذه الصفحة، عندنا هنا desks رحلات، أو سوري يعني شو نقول رحلة فدميز. أوكي نجي number 1. هذه مثل ما تلاحظ هذه colorful ملونة، لونين بيها شوفها colorful. هذه عندك with drawers بيها جرارات، أدراج جرارات أو أدراج. هذا big كبير وكذلك يعتبر expensive غالي. عندك هذا plain عادي و suitable for me يعني فتشي مناسب إلي، right for me جيد إلي. أوكي ذن شبيهن أستاذ؟ عندك ذن الجمل لازم نربطهن مع ذن الجمل بناء على ذن الصور. شلون أستاذ؟ هذن الجمل اللي باللون البرتقالي راح نربطهن مع ذن الجمل، ذن الجمل بناء على ذن الصور اللي موجودات. يعني شلون؟ لاحظ مثلا this is a plane وينها اللي تعتبر يعني لونها عادي مو ملونة؟ هذه جيد. اوكي بعد وياما نربطها، نربطها but it's just for me لكن مناسبة إلي أنا يعني كطالب، خو ما أشتري هذا أجيب هذا أو أجيب هذا، لا هذا تعتبر حلوة ومناسبة إلي. زين ساشن سوى سحنا، إحنا راح نجر خط من هذا لهذا. فهسه احنا ربطنا هذه الرحلة، اوكي هذه الرحلة عادية لونها عادي plain، اوكي وبعد just right for me ومناسبة لي فعلا، هاي الرحلة جدا مناسبة. نروح للثاني this desk is colorful، من هذين الرحلات او الميز يعتبر ملون؟ اكيد هذه number one. اوكي but it is small for me لكنها صغيرونة، صغيرة الحجم. لاحظ small for me لكنها صغيرة الحجم. إذن إحنا راح نربط هذه الهذي. this is too big، من هو الكبيرة بهن؟ أكبر شيء مثل ما أنت تلاحظ عزيزي، أكيد هذه this is too big بما أنه كبيرة وحلوة وهذه راح تصير أكيد expensive غالية. And it is very expensive جدا غالية، فهذه تعتبر big وتعتبر expensive صفتين بيه. اوكي راح ننتقل، يقول big and it's very expensive. الأخيرة طبعا هي راح تنحل وحدي the desk is metal، شوفها مصنوعة من المتال. شنو استاذ متال؟ المعدن. مصنوعة منين؟ من المعدن. And it has drawers وتحتوي على أدراج جرارات. اوكي and it has drawers تحتوي على جرارات. مثل ما تلاحظ هذا يكون الحل بهذه الطريقه. شو تعلمنا؟ شو استفادنا؟ راجعنا كلمه plain اللي معناها عادي، راجعنا colorful اللي معناها ملون، وعرفنا كلمه big كبير، وعرفنا كلمه metal معناها معدني، هنا كلمه expensive اللي هي غالي، كلمة drawers كنت أنا ما أعرف أقول جرارة بالإنجليزي أو جرارات، فهنا أنا drawers جرارات. أوكي وهذه small معها معناها صغير، فاستفادينا هيك وربطناها وعرفنا نترجم، عرفنا نكون جمل. زين هسا بعد شنو المطلوب من عندي؟ 1 2 3 أنا مربطت هذه منا لهنا، إيه راح أجيبهن أشيلهن منا لهنا كتابة وخليهن. يعني شلون أستاذ؟ لاحظ this desk is شوفها لحد لهنا plain. شو راح اكمل؟ راح اكمل plain. جاي this desk is a plain. بعد انزل but is just right for me. لاحظ this desk is a plain but it's just right for me. لحد لهنا كملت الاولى. نروح للثانيه this desk is colorful. هذه الرحلة جدا ملونة. But it is too small for me. لكنها جدا صغيرة علي. 4 3 sorry. This is desk too big. جدا كبيرة and expensive.
جدا كبيرة and expensive. Okay, number four. This desk is metal and it has drawers. هذه metal وتحتوي على جرارات. هسا لحد لهنا شرحنا لكم unit 2 lesson 4 الوحدة الثانية الدرس الرابع. ان شاء الله ذني المعاكسات مهمات وان شاء الله استفاديتوا من عندهن. وهذا حل موجود صفحة 29 الحل مطلوب من عندك بالكتاب. وانتظرونا في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.